اهلا وسهلا اهلا وسهلا وسامحوني كل اهل السياسه وكل اهل الدين واللي حاكمين يعني اصحاب القوه والسلطه. المره مرق جحي ولقى واحد على شجره ومعه منشار وعم قاعد على الغصن وعم ينشر. قال له جحي ليه؟ ولا رح توقع انت؟ قال له انا على الشجره كيف بدي اوقع؟ وينشر. وقع هالرجال وصار يركض ورا جحي. قال له كيف عرفت اني انا بدي اوقع؟ شو هالقد انت بتفهم؟ ايه وقعت. قال له لانه السياسه وهالعلماء يلي شر علماء انتو كل شر بتعملوه عم بيرجع لكم. انت عم بتقص الشجره عم بتقص نفسك. البيئه اللي كلها صارت تشوفوا ما بقى لنا شجر، عنا بيتون، غابه من البيتون. وكل هالسياسيين كل واحد عم بيشتغل نجاسة ودناسة لنفسه تصير هو مشهور بسياراته بالناس اللي قدامه ورا، شو عنده ألقاب، هيدا كله مطب. هيك عاشوا الخلفاء. المسيح قال مشوا ما معكم كتاب وحفيانين وقولوا بس السلام عليكم من سمائهم تعرفونهم. إذا كل واحد منا أنا السائل وأنا المسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. شو ما عم بيصير الحق علي الحق علي الحق علي، السبب أنا 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 أنا، نحن 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 نحن، كلنا متواصلين بالشر وبالخير. ما فيني غير حدا، بغير نفسي. كل واحد منا يشتغل على حاله. إذا أنا ضويت شمعتي وأنت ضويت صرنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة منصير جماعة، تصير تقوى مع بعضنا. هلا اللي عم بزتوه بالهوى من لبنان ومن سوريا ومن هون ومن هون عم تضرب بصلات الشعر كلهم. فاذا قصوا شعركم قد ما فيكم وحطوا الشعر بالارض، لانه فيهم طاقه قويه نحطها. في منهم بلشوا يحلقوا النسوان شعراته. نعم فيكم كمان، ساعتها بتتغطوا تيرجع تطلع بصله قويه. تحت كل شعرة في ملايين من الساتلايت يلي بتحكي مع المجرات التانية. هلأ في تواصل مع غير كواكب. الله ما خلق بس بيت بعبدة وبيت الأبيض يعني، لا. وفينا انطوى العالم الأكبر. بالأربعينات اجوا على أمريكا وقال الرئيس وقت عملوا شي يشبهون تغري اليهود. شو عملوا؟ والت ديزني يتحكموا بالولاد وبالأطفال. هلأ عم تجي الضربة أكثر شيء على الأطفال، لأنه كل بي وأم بيضحوا بحياتهم كرمال ولادهم. حطوا أمراض ونزلت خلص ما فيكن شلوها بأدوية الأطفال، بالأكل، بالخبز، بالتياب، وين ما كان. حطوا تيموت الطفل خلال 30-40 سنة، لأن قالوا له للرئيس إنه كنا بالأول 75 بعدين 65 هلأ 60 هلأ 40. بعد الأربعين خلي الموت، أو إذا بدك تعيش حالك ما تهتم فيك الدولة. فإذا قد ما فينا كل واحد منا يقول هيدا جسدي، لجسدك عليك حق. أنت السائل وأنت المسؤول وأنت الشجرة وأنت الغصن، كل شيء بتشوفه هيدا أنا، بدي نظم حالي. ما تتأمل خير من حدا أبدا، كل واحد بيقول لك أنا بحبك، هاي مجاملة. شيلوا المجاملات دخيلكم. بحبك كثير بشوفك كل يوم على التلفزيون، ليش ما عم تطلع على التلفزيون؟ بحبك كثير بكتبوا لي هالقد ايميل بعدين فيك تبعتي لي ام ام اس، لا بدي ام ام اس ولا بدي شيء. من مواليك مش يا نون يا لب يا ليك. انت بالكوره بتاكل من الكوره، من دومه بتاكل من دومه، من بددوم بتاكل من بددوم، من صيدا من صيدا. فيك تمشي شوي بتروح عند الجيران حتى سابع جار. كيف عاشوا اهلنا من 100 و200 و300 سنه؟ بدنا نرجع الى حضاره امكم الارض وعمتكم النخله. ما بدنا دواء الا عند اللزوم، وهون بدنا نشكرك. وبقدر اقول لك اذا ما في تلفزيون بالامه العربيه هالتلفزيون مش لصاحب التلفزيون. تجي لعنا اهلا وسهلا فيك. هيدا هالحضره الك. ان شاء الله اعرف اقدر اقرا اي كلمه من اللي اعطيتني اياهم او صور. بلشنا من هلا ما بعرف بنقر بنقر هون. فرجيكم صورته. طبيب أحمد
آل أرشيد، دكتورة في الطب، البورد في طب الأطفال والبورد العالي في طب حديثي الولادة. ليكبروا أصحاء. استجي لعنده هو هلا بلكم راس الخيمة يمكن بالإمارات، ما بيعطي دواء إذا اضطر حبة عند الضرورة، ولكن بإلا للأم بيعطيكم. ما فيني إلكم شو حلوين اللي حكيون بكل ورقة من هالورا، تنظيف وترطيب الأنف، كيف بتنطفيلن نخيرن مية الملح، ترطيب البلعوم، الوقاية من اللقاح، انتبهوا كل الفاكسينيشن ما بيعملها. رب ضارة نافعة. نعم، استشاري للأطفال، طبيب أطفال، النخيل عنده فاكس وتليفون، بس إن شاء الله قريبا رح يرجع ويعيش بالأردن. ومنه كبير بالعمر يعني قال لي بدي أتقاعد. يا حبيبي كل الأمراض حاططها هون، أي مرض، الحمى شو بتعملوا للأطفال؟ اجت بنت لعنده أم ولدت قالت له ما عندي حليب، قال لها حطي إيديك دلوان قولي هالآية من القرآن الكريم. هودي قليل صاروا، قالوا له بدك تشتري هالمكنة، كل الأطباء عم تشتريها ولازم تكون موجودة عندك. اشتراها، بعد شهر اجى واحد طبيب أطفال قال له شو عملت فيها؟ قال له استخدمتها مرة، قال له أنا طلعت حقها غالي كتير. فإذا ننتبهوا، ضرورة عند الضرورة بتاخدوا أدوية، بدنا طبيب هيك. رهاب الحمى، علاج الحمى، ما العمل إذا معه حمى وعنده هيك شو بنعمل، كيف بنطعمي أولادنا، كلهم بيعطيهم للأم للبي شو يقروا ليكبروا أصحاء. العودة إلى المدرسة، أي متى وكبروا على المدرسة وبأي مدرسة والمعلمين شو بتعلمهم، شو بتعلم أهليهم. المجمع الطبي الحديث، القوى القوي الأمين، راس الخيمة موجود. اثنين جوال، حقرا الجوال، 7 6 6 7 2 2 3 7 6 6 7 2 2 3 براس الخيمة بناية كونكورد بين شارع المنتصر وإكسبو النخيل، راس الخيمة. روحوا لعنده الطبيب، ما في دواء، وإن شاء الله يكون في مثلك بكل بلد 2 3. هل قمتي بتسجيل ابنك طفلك؟ هل اخترت المدرسة المناسبة؟ ما هو تاريخ اليوم الأول للدراسة؟ في أي ساعة يبدأ الدوام المدرسي؟ يسألوا هيك، في أي ساعة ينتهي الدوام؟ كيف بيروح ابنك على المدرسة؟ بأي مدرسة؟ أي باص؟ من هو السواق؟ انتبهوا، حاطط لكم أسئلة بكل شيء تتفهمي وتعرفوا ابنك مع مين بده يكون. الطفل ما يروح على المدرسة قبل السن اللي عمره 7 سنين، أول 7 سنين بالبيت مع أمه وبيه والتيتا وجده والجيران، مش عمره 20 يوم بعتت أمه على الحضانة وهي عم تعمل مانيكير وباديكير، فقع زحطة خيمته الخادمة، مات الطفل. إذا ابنك عمره عنده إمساك شو بيعمل؟ الإمساك مرض شائع خاصة لدى الأطفال، وغالبا ما يكون هو السبب بسيط. شو الأكل؟ شو السبب؟ شو بتعملي؟ تخيلكم هالوراء كلها بيعطيكم إياها وموجودة هلا بموقع اسمه صحتك بالصحن. هذا كان برنامج على نيو تي في مريم عم بتقدمه، وفي كتاب لإله وموجود الكتاب. برنامج هلا صار موجود على موقع خاص اسمه صحتك بالصحن، مريم وبشار أنطون ديانا، وأهلا وسهلا فيكم كلكم، وحطوا شو ما بدكم دعايات. بتمنى تكون سيارات وطيارات وبنوكي وكل شيء من هالنوع تتدعموه ماديا، ومن بعد ما كل واحد ياخذ حقه منهم يلي عم يشتغلوا بهال، المال بيروح على سوريا لعند زين اولاد للاطفال اللي عم بتموت بحالات مستعصيه واجسادهم
مشوهة. سوق الضيعة هو الوحيد الصادق بكل الأسواق بسوريا، وهي وحدها يلي بكل سوريا. للأسف هي طبيبة وتركت الطب وعندها صيدلية وحطت لك هيك، بس منا بتهزلية. كل نهار سبت روحوا لسوق الضيعة، بشكر كل اللي عم بيساهموها ويساعدوها، ومنهم محافظ حلب ومحافظ اللاذقية وهالناس، لأن شافوا اجت لعندها أسماء مرت الرئيس، وأسماء هي الرئيسة. أنت زينة مش أسماء ولا بشار، أنت كلنا خدام، بس هي رئيسة على نفسها على راسها. كل الخضرة الفواكه الأكل فيك تجيب أكلك على 7 أيام وتحطهم بالبيت. كل اللي عم بيخدموه، كل اللي عم بيحطوا هالمزارعين صادقين أكثر من غيرهم. هيدي نكتة مهضومة، قال: عزيزتي المرأة، الزوج مثل جوز الهند، بشرته يابسة وقوية ولكن بداخله قلب أبيض وجميل، وعشان توصلين لقلبه لازم تكسرين راسه. حكمة قوية وشريرة ومهضومة. شو بيعمل بالإمساك بالإسهال الطفل؟ أي متى بتعلميه يصلي؟ وأي نوع من الصلاة؟ ما تجبريه تفرضي عليه صلاتك أبدا. كل عمل عبادة منا فريضة. بعدين كيف بتحملي ابنك؟ بأي طريقة؟ شو هن اللي عم بيحملوه؟ كيف كانوا من زمان يطلعوا على الجمل؟ ليش هلا ابني بدها تحمله هيك على بطنه على ظهره؟ كل هو بيعلمهم للامات، وقالوا له ممنوع، قال له انا ما عندي شيء ممنوع. رضاعه، اي متى بترضعي؟ المرضعات يرضعن اولادهن حولين كاملين، لولا اهميه الامر لما كان نصا قرانيا. كثير حديث حلو هالطبيب، وكثير عنده ايات وبيحكي بالقران بالانجيل بالعلم. براس الخيمه رح ارجع اقول التليفون 07-228-2678. نعم. رح اقرا، ما بعرف، كثير عنده اشياء يعطيهم للامات بس يجوا لعنده. انت المسؤوله عن ولدك بيلا مش الطبيب. نعم. صالح لمدة 3 أيام. شو هو؟ تنقعي بسكر النبات ببونج بكوب كبير 240 ميلي جرام مي، ملعقة صغيرة كمان بتحطي فيها من هيدي الببونج على 3 أيام، بتسقيها لكل أهل البيت. كلهم هالعلم محطوط على موقع صحتك بالصحة. الزيارات الدورية للطفل السليم، أي متى بتاخذيه لعند الطبيب؟ كتير قليل، مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بالسنة، خلص عند الضرورة، لأن الطفل هو بمرحلة النمو. أمه يلي بتهتم فيه، أمه وبيه تيتا وجده، وهو بيقدر يعطيك إشارات. نعم. البحث شو ما عنده تشوهات خلقية بسببك أنت وحبلك، أنت قاعد عم تتفرجي على التلفزيون، وشو عم تاكلي وشو عم تشربي أنت وبيو، وأنت وين أكلتي بأي مطاعم وبيو بأي مطاعم، هالولد عم يجي سسي ما بيقربكم، ومشوه جسديا فكريا روحيا عقليا كله. أنت إحنا لازم نراقب هالنمو، التطور العصبي، التطور الجسدي، التطور الفكري، مراقبة نضج الأعضاء المختلفة عن توافقها، هيدا إيده أطول من إيد من إجره، إجره أطول من الثانية، هيدي أقصر، هيدي. انتبهوا، هالتشوهات إجت بسببنا. نعم. لازم نصلح الأهل قبل ما نصلح الأطفال، لأنه المرض عم يجي من الأهل مش من الأطفال. في كتير فيك تستعمليهم: ميرمية، صمغ عربي، زعتر، ببونج، ينسون، كمون، كراوية، شمر، كلهم طريقة التحليل بسكر نبات
بطريقة تانية. إذا السكر النباتي منه نباتي منكنش مع ناس عم بيكذبوا، جيبوا عسل. وهلأ النحل بلبنان عم بيموت وبرا كمان، وهيدي إشارة للأسف كتير مضرة لنا كلنا. كيف بتنقعي وكيف بتغليون كتير مهم. كيف تقدري إذا ما عندك حليب، كيف أنت تعملي حليب من القمح من الشعير من الرز، كلهم موجودين بصحتك بالصحن أو تتصلوا فيه هو شخصيا. إن شاء الله إذا مش اليوم بكرة في عندي صور أنا وياه تصورنا بتشوفوه. هلأ في كتاب بالأردن، التوازن سر الحياة والميكروبيوتيك نظام الفطرة، سناء أحمد عطالله. بشكرك، وذكرت كتير ناس منهم مريم بهالكتاب. بتأمل أنه نلتقى أو بلبنان أو بتجي لهون أهلا وسهلا على التلفزيون، أو نكون سوا بالأردن قريبا مع كيلاني. بهالكتاب شو ما كاتب نيتشو كوشي عن الميكروبيوتيك، حاطة هي آيات قرآنية، هيدا كتير مهم. بتقول اشياء كثيره، كيف بتعملي هالاكل، كيف بتطبخي، شو الامراض يلي بتصح بالاكل. كثير كتاب مهم كلنا لازم نقرا. شو هن علم العناصر الخمسه والطاقه، كيف بيتناغموا بالصلوات الخمسه، شو الاكل وشو الاطعمه، كثير اشياء مهمه كثير. علم الطاقه وهندسه الاشكال مثل علم الفنك شوي، لبقى التجربة الكلمات فانك شوي، علم الاتجاهات كله موجود بهالكتاب، موجود في القرآن الكريم، بأي كتاب محطوط عليه مريم نور للأكل الصحي عن الميكروبيوتيك. كلنا خمس صبايا ما في إصبع مثل التاني، من إيدي إجوا وإيدي إجت من الجسد والجسد إجا من هالوجود. فإذا متواصلين بأجسادنا كلنا، إذا أنا عم صلح جسمي بكون عم صلح جسمك، إذا عم ننظف بيتي بكون عم ننظف بيتك. كلنا نتواصل. كيف المسبحة فيها خيط، هالخيط هو طاقة، طاقة نور، كلنا نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوع. كل ما شفته حدا اليوم على الطريق يقولوا هيدا خيي، هيدا خيي، هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا نحن، هيدا نحن. شو عم بيصير غلط بالسياسيين، بالرجال الدين، بالعلماء، بالكبار، بالصغار؟ بسببه، بسببه. ننظف حالي، ننظف حالي، ننظف حالي. الدمار الشامل خلص وصل على الباب. نيتشو كان عم بيقول سنة 36، هلأ عم بيقول 2017. فينا نلطف الأجواء؟ نعم كلنا، بس مش بالانفعالات. شيلوا هالانفعالات، بحبك كتير، شيلوا هالكلمات، بشوفك كل يوم أنا بحبك كتير. انتبهوا كل كلمة بتطلع من تمك. قال لو رقبتي طول رقبة الزرافة قبل ما انطقها ببلعها. انتبهوا كلامنا 99% سرسرة. بروح أوقات بقعد بالأشرفية عنا هيك بشي قهوة بشي مطرح، بس تشوف وتأثر ويا ريت القلب بيبكي. سيأتي زمان سأبكي على أمتي، نعم. بشوف الأم كيف عم تعامل ولادها، بشوف هالرجال مين ساحب معه، بشوف هذا كيف عم بشغل أخته اللي أنا بكون رجل أعمال عندها، ليه بدي أجيب واحد تاني غريب يشغلها؟ صبي عمره 12 سنة، البنت عمرها 8 سنين. انتبهوا هلأ سياحات مش جنسية وتكفيرية اللي عم بيصير بلبنان يعني. وحطيت على الموقع وبعتها لكتير ناس، ما حدا بيقدر يحطها قد منها قوية. كيف واحد شوفير تاكسي عم بيحكي يا خي هالسوريين اللي عم بيجوا لعنا، وبين كل كلمة وكلمة مثل أهل زحلة وأهل صغرته، مثبت مهضومة، بس ما حدا مثله مهضوم، ما حدا يعني. حول العالم هالقصة، شوفير تاكسي عم بيحكي مع واحد وعم بخبره شو هالقصة اللي عم بتصير بلبنان وهالسوريين عم بينزحوا، هو اخوتنا اهلا وسهلا فيكم، بس انتم بتجوا لعنا ونحن وين بنروح؟ صرنا كلنا مهجرين وكلنا قاعدين بال كونسنتريشن كامبس بالمخيمات. وين بدنا نروح بعدين من هالمخيمات؟ صاروا كل هالمخيمات على بقى تهرب، وين بقى تروح؟ الارمن دغري تدبروا، بس اجوا 6000 بيومين كانوا مجنسين باسبور ارمينيا، راحوا حول العالم. ما تشحدوا حدا، ما تعطوا اي شحاد على الطريق، انتبهوا. عم تعملوا شحاد.
فإذا هل كتير بنطلب منك سناء أحمد أني أتعرف عليك؟ وحاطة كتير إشياء، يعني أكتر شيء عجبني كيف قدرت تقول كل شيء عم بيقوله ميت شكوشي ما بيقوله آية من القرآن الكريم. مثلاً الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأعراف 31، جماعة الطب كله بتقول هاي، كل ما كل مما يليك، علم كبير كتير حاطة آيات قرآنية. أنا صعب بقراها، بخاف أغلط ليش غلطة، بسبب لأني بقراهم بالأرمني بالبيت. يا حبيبتي كتير، القمح المسلوق فيه شفاء لأمراض كثيرة، فالقمح عايش، استعمال زيت الزيتون بارد، الزنجبيل مهم جدا خصوصي الأخضر والطازة، شيلوا المايكروويف من البيت، التلفزيون خطر كتير، أكبر خطر للتلفزيون يلي بقوت النوم وخصوصي يلي أنتوا نايمين التلفزيون عم بيحكي، كلها بتفوت هالموجات بدماغنا وبتأخر فينا كتير من الطاقات، يعني بترجع بصير عندنا تخلف. الزهايمر كتير عم بيقوى بالأمة العربية، هي مؤامرة على العرب هلأ كلها مش بس المسلمين، عرب ونصارى ويعني كلنا، لأنه السبب إنه الأرض ما بقى فيها تتحملنا، كنا 300 مليون من 3000 سنة، هلأ 8 مليار، لأنه المليون ما بقى له قيمة، كم مليار معك؟ إن شاء الله بدنا نعيش ما قبل الخلفاء، ما في ميل ولا بيت الميل، في اللي حمك في سلطان مخفق المقايضة، أنا عندي خيار وأنت عندك كوسة، قال له ضليت أكل خيار تشبعت كوسة، هلأ كلهم طعمتهم مثل بعضهم ما بقى فيك تفرق، بغمضوا لك عيونك ما بتعرف الجزر من الخيار من الكوسة، بسببنا أمنا الأرض هلأ عم بتموت، وقت اللي بتموت بتنشأ، انشقت الأرض وبلعتوها، هلأ كينان يا مر نهرة يا عضرة يا قديس دخيلكم، بحب التقى فيكم وبنوع خاص رح احكي، بحب التقى بالناس يلي عمرها شفتها 110 سنين ما بتعرف اي متى تحممت وكانت صغيرة ووقفت منا عارفة، بعدين عرفوا صار يخبروا انه في قبائل هيك بتاكل، اذا حست كتير بدها تاكل هي ما بتاكل جسمها بياكل، في قبائل هيك الهونزا والمايا وكتار بعض الموجودين ولكن ما بقى عم بيقبلوا بشر تجي لعندهم، انا زرت كتار منهم لانه كنت روح مع ميت شكوشي وكان هو يبعثني فوت على المايا وفوت لهم وفوت لهم وعشت مع القمش. هالقبائل موجودة فينا باتجاه القبلة اينما توليتوا. هلا عم تحكي هي كيف التوفو والكومبو والنوري اعشاب البحر كلها والاموبوشي والتماري وماسيو كلها عم تنعمل ببيتك، هلا قريبا رح تنعمل عندي بالبيت، بتجوا وبتعيشوا معي 6-7 ايام وبتشوفوا كيف فيكم تعملوا الميزو بالبيت، الاموبوشي بالبيت مثل ما عملها ميتشو بامريكا وعملها باليابان، كانت على ايام الحبيب كان كل 3 سنين يعملوا تخميره الشعير، هلا عم بتكون بطريقه اسرع لانه الطاقه سريعه كثير وصلنا للعزقه. والميزو بتنعطى وهيك للناس اللي عنده سرطان، حالات مستعصيه الشعير، اول ما راحوا المسلمين على الفاتيكان اخذوا معهم ميزو، قالوا له مين؟ قالوا له عندنا النبي، قالوا له ما في فرق بيننا وبينكم، فرق بسيط خارجيا، نحن بنحميكم من المسلمين اللي بدها تقتلكم. عدوا معنا وهربوا كتير وقتها بلشوا يحكوا عن حقيقة محمد، الفطرة خطرة لا يعرفنا إلا الله يعني كالقابض على الجمر، وكل إنسان عنده حقيقة، نعم الناس بدها تشوه وبدها تقتله. واليوم رح أرجع ضوي وتشكر وذكر عاملينه حول العالم إلى موسى الصدر، سيد وحسيب ورقيب على نفسك،
عيطوا له قديس وعيطوا له مسيح شو ما قالوا. منه ميت، هو حي مثل كل هالأحياء اللي زرعوا. دايما بيذكروا الناس اللي أكثر شيء نور عم يسطع بالأرض، وذكر منهم السيد موسى الصدر. انتبهوا، في كتير ناس بلبنان يلي انقتلوا لأنهم عندهم الكشف، ما بدنا الحقيقة. كمال جملاط، موسى الصدر، كتار يعني، جبران لو هون قتلناه، مرداد، مخايل نعيمة. مرداد من كم سنة سمحوا له كتبه تفوت يعني لمخايل نعيمة. فإذا هلأ في كبسة زر، في إنترنت، ما في شيء ممنوع. على بيت الله كل شيء بدكم يا موجود على بيت الله. ما عنده تليفون وما بيتلفن لحدا. وشفتوا شو صار بس طلع على التلفزيون، تخيلكم كل هاي خطر هالرجل، طلع مطرح تاني فرد يوم شيلوا وسكروا. مريم خطرة بس بيشوفوني أنا شوي مني مهزبة أكثر أبدا، لا بس أنا ما عندي العلم. أنا بس ريت لأوشو قلت له لميتشو بدي روح معه، قال لي خسرتك، كل 50,000 سنة بيجي إنسان مثله مميز. كنت قريت بأول صفحة Everyone is exception، طوبى للغرباء، كلنا مميزين. Thank you.